أهلا بكم في النشرة الرياضية. استطاع بطلنا البحريني المحترف سامي الحداد تحقيق المركز الثاني في بطولة براغ الدولية لبناء الأجسام للمحترفين التي اختتمت فعالياتها في التشيك، حيث تعد هذه البطولة ضمن أقوى البطولات العالمية لمحترفي بناء الأجسام والتي تقام تحت مظلة وإشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام. سيطر التعادل السلبي على مباراة الرفاع ونظيره الحد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وبهذا التعادل أصبح رصيد الرفاع 5 نقاط، بينما رفع الحد رصيده إلى نفس الرصيد أيضا من تعادلين وفوز واحد. في المقابل أحرز الملكية أولى نقاطه في الدوري بعد تعادله مع الحالة بهدف لمثله. الحالة تقدم أولا عبر اللاعب يوسف زويد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بينما عادل المحترف دايو النتيجة للملكية في الدقيقة 34 من زمن الشوط الثاني. وبهذا التعادل رفع الحالة رصيده إلى 2 نقطة من تعادلين وخسارة. من جانبه حقق فريق سترة أول انتصاراته في المسابقة بعد فوزه على نظيره النجمة ب3 أهداف دون رد. وبهذا الانتصار رفع سترة رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقى النجم على نقطته الوحيدة التي حصدها في الجولة الأولى عندما تعادل مع جاره المنامة.